ظهرت لوردس لايون ابنة النجمة مادونا في الاحتفال الذي أقيم لمناسبة مرور عام كامل على افتتاح خط إنتاج تصميم الملابس الخاص بها، وقد انتقدتها بعض المجلات العالمية على الفستان القصير والكعب العالي وأحمر الشفاه الصارخ، لأنه للوهلة الأولى لا يستطيع أحد أن يعطي لايون سنها الحقيقي وهو 14 عاماً. وتركت مادونا الحفل بالكامل لتديره ابنتها حتى تسلط الأضواء عليها في متجر ميسي في نيويورك، وكانت برفقة كيلي أوزبورن ابنة مغني الروك أوزي أوزبورن.